يا أهلا فيكم أعزائي المشاهدين. من جديد انطلاق أولى الحملات التطوعية لفريق فهد التطوعي بإشراف أو برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة فهدة بنت فهد بن خالد بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود فريق الفهدة التطوعي. مشاهدينا بالتأكيد رح نتعرف على فريق الفهدة التطوعي مع ضيفتنا بالاستوديو مسؤولة الإعلام أنفال الخثران. يا لو سهلة فيكي أنفال. أهلا، مساء الخير. سهلا أنفال، ما شاء الله أنت ناشطة في هذا المجال. حدثينا عن فريق الفهدة التطوعي وإيش هو هدفه بالذات، إن هذه أول حملة لكم صح؟ صح. فريق الفهدة هدفه صناعة سلسلة متصلة من الحملات التطوعية للمجتمع بشتى مجالاته، انه نحاول ناثر عليهم بشكل ايجابي وتنميه روح المشاركه بينهم. اول حمله اقمناها هي لعيونكم جينا بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للاطفال. كانت هذه الحمله تدشين وتهيئه غرفه الالعاب لهم. كانت تحتوي على اركان: ركن التصوير، ركن التلوين، ركن الرسم، ركن البلاي ستيشن اليدوي. فيعني كلها احنا جهزناها بالمعدات والالعاب، وتم دعوة فريق بسمات الفرح لعرض إنشادي، والحمد لله وصلنا للهدف انه ادخلنا السرور والفرح للمرضى الاطفال. ممتاز. طبعا انفال، يمكن فريق الفهدة التطوعي له شعار ميزه بشكل كبير، فايش الشعار هذا؟ ايش المقصود في حبل الشحين للمشاهدين؟ اول شيء بذره السنبله الذهبيه ترمز الى العطاء والخير، فهذه فلسفة الشعار. وسمي الفريق بالفهدة لأنه والد صاحب السمو الملكي فهدة كان يحب يسميها بالفهدة، فلأنه الاسم عزيز على قلبها فسمت الفريق بالفهدة، وإن شاء الله جميع الأعمال تكون موازين حسنات وجميع متوازن بإذن الله. أكيد. الأسبوع الماضي كان عندكم فعالية هي اللي قلتي عنها لعيونكم جينا، كانت في المستشفى زي ما أنت تفضلتي بمستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال. أنت ذكرتي بعض الأركان، بس يعني مرة حلو أطفال يمكن هم كانوا منومين، يعني تقريبا كانوا في عزلة يعني عن العالم الخارجي. كيف، من وين جت هذه الفكرة والمسمى، مين اللي اختار لكم إياه؟ بعد يعني اجتماع مع الفريق الأعضاء قرروا نحط هذا الاسم، انه احنا يعني جايين لعيونكم يعني، وما جهزنا هذه الأعمال اللي يعني لعيون المرضى بالمستشفى. والحمد لله يعني وصلنا للهدف وجهزنا الغرفة. طب المرضى كانوا بشكل عام يعني ولا كان فيهم مرض معين؟ لا بشكل عام. طبعا أنفال، يمكن لك باع شوي طويل في العمل التطوعي وحب العطاء، فتشوفين بصراحة يعني أن من اللي عندنا أكثر يميل للعمل التطوعي، النساء أم الرجال؟ والله الطرفين، بس يمكن الأكثر الشباب يعني. أكثر من النساء؟ إيه أنا أحس رغم النساء عاطفيات بشكل كبير. ما ادري، بس يمكن يعني النساء يكون عندهم عوائق انه ما يقدرون يشتركون وكذا، فالشباب تكون يعني متاحه لهم، ما في شيء عائق لهم. انا فاهم يمكن الفرق التطوعيه مره كثيره، بس ايش هو الجديد الفريق التطوعي الفهده، وايش هي البرامج اللي انتم مقبلين عليها؟ يعني انتم بديتوا تقريبا الاسبوع الماضي، كانت اول بداياتكم الجمعه الماضيه تقريبا، يعني تو جديدين. تو جديد الانشاء. طب ايش هي خطتكم؟ في كذا مبادرة إن شاء الله مدروسة وكذا أفكار، وإن شاء الله نعلن عنها قريبا يعني. يعني فترة الصيف ورمضان زي كذا نفس الطريق. طيب بإذن الله يمكن رمضان شهر المبارك تكثر فيه الأعمال التطوعية بشكل كبير، والأعمال يعني الروحية اللي يعني فيها أعمال خيرة بشكل كبير. هل في خطة معينة يعني صممتوها في رمضان بالتحديد، وأيضا يمكن حنا في الصيف والإجازة؟ صراحة أنا ما أقدر أصرح بشيء يعني، ففي خطط مدروسة وإن شاء الله قريب يعني حنعلن عنها وكل يعرف عنها. عارفة أنا اللي أعرف عنك أنفال إنك أنت ناشطة في هذا المجال العمل التطوعي، ما شاء الله من نشاط لنشاط، يعني ممكن هذا مو أول لقاء يعني لك معنا في سيدتي. إيش هي الرسالة اللي تحبين يعني توجيها للبنات والأولاد إنهم يبادرون بالأعمال هذه التطوعية؟ انه العمل التطوعي يعني ما يحتد على فئه معينه ولا على اشخاص معينه ولا عمر معينه، فكل شخص فينا بذره خير، وانه يستغلها في المجتمع يعني ان شاء الله. طيب اكيد في طريقه للتواصل معكم يعني للانضمام لفريق الفهدة التطوعي، ايش هي الطريقه؟ على حساباتنا تويتر الفريق الفهدة، الايميل تبعهم، الانستغرام، ويرسل لنا السيره الذاتيه وان شاء الله يعني نستقبل كل، وما في شيء محدد يعني ولا شروط محدده، نستقبل اي حد انه فيه روح العطاء.
أكيد طبعا يعني، والعطاء إن شاء الله يكون شجرة مثمرة في المجتمع السعودي ومجتمعات العربية. الأستاذة أنفال الخثران مسؤولة الإعلام بفريق الفهد التطوعي، شكرا لك. العفو، يعطيك العافية. أعزائي بس قبل ما أشكرك فاتة، أنا كان في عندي في مداخلة هاتفية كمان، هو زميلكم اللي هو الأستاذ محمد عاشور. مساء الخير أستاذ محمد. مساكم الله جميعا، مساك الله اختي وكل مشاهدينكم. يعطيك العافيه استاذ محمد، انت عضو ومؤسس اداري في الفريق، ويمكن هذه هذه اول مبادره لكم، كيف تشوفون خططكم والمبادره هذه؟ يعني ما شاء الله انتم بديتوا الاسبوع الماضي والاستاذه انفال ما قصرت، على ايش انتم تتوجهون بالذات انتم كاداره وانت مسؤول اداري في هذا الفريق؟ اي اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مثل ما قال الاخ فهد ما اقدر ازيد عن كلامه ما شاء الله، لكن صحيح احنا كلنا نجي من خلفيات مختلفه. انا واختي فهد بن فهد بن خالد، الاخت فهد، الاخت امل المرشد، الاستاذ ناصر، احنا كلنا تم اختيار اعضاء الفريق على اساس خلفياتهم، وش نشاطهم كناس في المجتمع، بدون نظر الى جنسيات، الى سواء كان ذكر او انثى، من وين جايين، من حتى يعني حتى كانت توجهنا في هذا الموضوع انه نبي ناس مؤثرين، مو فقط علينا احنا بعد كفريق، لكن كالناس اللي نستهدفهم. احنا المره الماضيه كان استهدافنا الاطفال النوامين، المره الجايه بيكون لفئه مختلفه، ممكن ما يكونون اطفال او يكونوا كبار، ممكن ما يكونون في المستشفى، ممكن يكونون برا. الهدف من الفريق انه يكون كل احد جاي من مكان مختلف، بيئه مختلفه، ناثر على بعض بطريقه ايجابيه عشان نوصل للهدف اللي احنا ان شاء الله نطمح له. طيب. اكثر مجالاتنا يعني او اكثر نشاطنا الاجتماعي، ما احنا كفريق لنا شهر او فعاليتنا كانت من 10 ايام، لكن احنا كاشخاص الفهد بن فهد 8 سنوات، انا 6، الاستاذ انفال 5 واكثر، استاذ امل المرشد مدربه الاطفال، استاذ ناصر ناشط اجتماعي ومتعافي من مرض السرطان، فخلفياتنا الحمد لله كبيره، وان شاء الله نقدر نستقطب ناس اكثر بعد. عارف استاذ محمد، يمكن بعض المرات تنوع الخبرات، انت قلت انه الفريق العمل هذا فيه خبرات وخلفيات مختلفه وسنين شغل، قد ايش تفيدكم هذه في الفعاليات اللي جايه؟ استاذ انفال مره بتقولين ايش الفعاليات اللي انتم مسوينها اللي حتجي، بس ايش هي فعلا الخطط اللي انتم ناويين تروحون فيها؟ اي طبعا احنا الفكره، وهذا الشيء ان شاء الله نطمح له احنا في فهده، ان ما ودنا ان ننشأ طريق يعني طريق مدبر ومعتمد والناس كذا تمشي وراه. الحمد لله احنا ايادي الخير كثيره في البلد، ما شاء الله النوادي التطوعيه والفرق التطوعيه والجمعيات الخيريه كثيره. احنا ما نبغى نكون ريانفنت ذا ويل على قولتهم، ان احنا نعيد صناعه العجله، احنا بندف العجله بطريقه اسرع، نبي نتعاون مع غيرنا، نبي نستقطب شباب وبنات من البلد يساعدونا، سواء كان افكار، سواء كان مبادرات، سواء حتى لو كانوا فقط جايين كتطوع ينضموا لنا عشان يساعدونا في فعاليه احنا اوريدي شغالين عليها. الفكره انه احنا لانه عندنا ان شاء الله سلسله لحملات تتبع حملات لعيونكم جينا تستهدف اطفال المستشفيات الثانيه، حيتم ان شاء الله الاعلان عليها في وقت مناسب لها. عندنا اشياء ثانيه جالسين الان ندرسها، نتواصل مع ناس يساعدونا في اشياء تخدم المجتمع. الهدف من الشيء الخيري معروف عالميا اللي هو يكون نون بروفيت، اي ما يطلع من وراء ربح، يكون شيء موجه للمجتمع بشكل 100%. وهذا هو اللي ان شاء الله احنا حابين نوصل. ما يهمنا الدعايه، ما يهمنا ان احنا نكون تحت مظله جهه تهمها مصلحتها الشخصيه، احنا مجرد شباب بس نشغل طاقاتنا الان الحمد لله ما احتجنا اي دعم. اكثر شيء كان مجهودنا الشخصي وبدعم ودعايه من اختي الاميره فهد بنت فهد، والان حتى لو نستقطب احنا وعاء او نتعاون مع احد ثاني، يكون بهدف واحد وهو خدمه الفئه اللي احنا نروح لها، سواء كان تنميه، تدريب المتطوعين، تدريب طلبه، اعمال خيريه، حملات توعويه في المستشفيات او غيرها. يعني احنا ما لنا توجه معين، لكن اهم شيء الان حاطينه تكمله لعيونكم جينا، لان الحمد لله الفيدباك من الناس كان جميل، ودنا ان شاء الله انه ما يتوقف باذن الله. الله يقدرنا ان شاء الله باذن الله. بالتاكيد العمل التطوعي لا يقتصر على فئه معينه، لكن وين تشوف العمل التطوعي عندنا في السعوديه اليوم؟ والله الحمد لله، الحمد لله في خلال خلينا نقول 5 سنوات اللي فاتت كان
زيادة العمل التطوعي بشكل كبير، سواء كانت على مجال الأندية الجامعية، سواء كان من جمعيات، سواء كان حتى من أحياء، فأشياء بسيطة الحمد لله. يعني مثل ما أنت قلت، مثل ما قال الأخ أنصار، مثل ما كل أحد يقول الحمد لله عيالنا وبناتنا فيهم الخير وفيهم الطاقة وفيهم حب إن يساعدون بعض، لكن إحنا عندنا شيء بسيط نتمنى نشوفه، إنه يكون تنظيم وتوجيه للعمل. ودنا إنه ما يكون في متطوع أو متطوعة انظلم أو يعني أكل حقه. ودنا نشوف المتطوع المتطوعة يقدر يعرض حقوقه وواجباته كمتطوع قبل لا يدخل في شيء. الحمد لله نتحمس إنه والله بدنا نسوي شيء خير، خلنا نتطوع فيها شيء خيري، فيها شيء للمجتمع. وأحيانا يكون في بعض الأحيان ظلم للأشخاص. الحمد لله احنا في الفهدة يعني احنا اللي نحاول ان شاء الله نقدر نسويه ان ندرب متطوعين، نعلمهم ترى انت كمتطوع سواء كنت في الفهدة او في غيرها هذا الشيء اللي يطلب منك، هذا الشيء اللي ما يطلب منك، هذه حقوقك وواجباتك، ويكون في الهدف الاساسي قدرة الله سبحانه وتعالى طبعا. وكما يقول سبحانه وتعالى في الفقرة من تطوع خيرا فهو خير له. نعم شكرا لك. نعم تفضل استاذ محمد. اي بقول لك الهدف من النهايه ان احنا ما نبغى نعيد صناعه العجله، ودنا بس ننشر التنميه بشكل اكثر ونستقطب ناس، يعني ننشر الخير بيننا ونوعينا، هذا هو الهدف. نعم شكرا جزيلا لكم. شكرا شكرا لك الاستاذ محمد عاشور، عضو ومؤسس واداري في الفريق، شكرا لك. استاذ انفال ارجع لك، ما شاء الله شايفين احنا قد ايش الروح اللي موجوده وتبغون تسوون شيء جديد، لكن اللي لفت نظري كلكم في الفريق هذا من خبرات وخلفيات مختلفه، قد ايش هذا الشيء ضاف للفريق او رؤيه جديده لرسم هذا الفريق عشان تدفون العجله على قولت الاستاذ محمد؟ اكيد لما الاشخاص تكون عندهم خبرات سابقه وتجارب سابقه فان شاء الله تكون يعني الاعمال الجايه، ولما تكون مثلا كل شخص وشخص عنده خبرات سابقه واجتمعوا مع بعض يطلعون شيء مره يعني كويس، وان شاء الله يكون. طب كيف كان الصدى حق اول حمله هذه اللي انتم سويتوها الحين؟ كان صدى مره كبير يعني ما توقعنا ابدا. يعني اول هدف انه الحمد لله قدرنا نسعد الاطفال الموجودين، وغير كذا يعني وصلنا الحمد لله للهدف يعني. في أي عمل دائم كثير من الشباب بالتحديد يحتاجون للتحفيز، فأنتم إيش طريقتكم يعني لتحفيز الشباب والبنات وهذه الفئة يعني اللي ممكن ترتقي بالمجتمع بشكل كبير على العمل التطوعي؟ احنا ان شاء الله نتمنى انه نساعد شباب وشابات هذا الوطن انه يستغلون طاقاتهم واعمالهم في يعني اعمال ذات قيمه، انه تعزز بينهم الانتماء بالمجتمع ويحسون شعور مبادره في المجتمع. نعم اكيد احنا شاكرين لك استاذه انفال الخثران، ما شاء الله المسؤولة الإعلامية بفريق الفهد التطوعي، وما شاء الله يعني هذا مو أول لقاء لك، وأنا أهنيك وأهني روح التطوع اللي موجودة فيك. شكرا لمشاركتك معنا. أعزائي المشاهدين فاصل قصير لكن فقرات سيدتي مستمرة. في سيدتي بعد الفاصل، قبل أن تضعي مساحيق التجميل على وجهك تعرفي على هذه النصائح المهمة.